عرضوا علي مصاري 50,000 دولار. وانت شو قلت لهم؟ ما اعطيته جواب، قلت بيجي بيستشيرك اول. اذا بتطلب 100 رح يعطيك، بس ضروري تعرف انه هيدا المبلغ هو حق دمه لسامر. مو انا يلي بيهدم رفيقي. المهم انك تكفي اللعبه وتعامل اللي عمل لك اياه. سامر خسر وخسرنا كل شيء لانه قرر يلعب لوحده. اوعى تعمل نفس الغلطه. طيب شو الخطوه الثانيه؟ بكره بترجع بتتصل فيه وبتقول له يضاعف لك المبلغ. كيف يعني؟ هلا كنت عم تقلي هيك بنكون عم نبيع دمه لسامر، شلون بدي اقول لهم ضاعفوا المبلغ؟ انت عمول مثل ما عم بقول لك انا بالضبط. طيب نحن ليش ما بننشر الملفات وبنوقعها؟ ليش شو كل هالصد والرد؟ لانه مش بس بيهمني يوقع اللي قتل سامر، بيهمني يوقع اللي كان سبب موته. مين قصدك؟ في شخص كان هو سبب دخولي على السجن، هو اللي عرضهم لحتى يقتلوه، بس لحتى ينتقم مني، لانه كان يعرف قديش سامر بيعني لي، ولانه كنت بدي اعمله صاري. بس سامر ما خبرني هذا الشيء ابدا. ما لحق، راح قبل. طيب مين هو هذا الشخص؟ مين؟